أهلا بكم. اهتمام الصين بلبنان لناحية الاستثمار والتنمية ودعم الاقتصاد تخطى مرحلة الأفكار العامة وانتقل إلى طرح مشاريع فعلية بعناوين واضحة وأماكن محددة وميزانية مرصودة، سنتعرف إلى تفاصيلها. بداية، قيمة العروضات لاستثمارات الشركات الصينية المهتمة بلبنان تصل إلى أكثر من 12 مليار دولار أمريكي، ما يعني أنها تتجاوز مجموع ما يمكن أن يؤمنه مؤتمر السادر. فكيف سيوزع هذا المبلغ؟ يضمن هذا المبلغ تنفيذ 9 مشاريع كبيرة تبدأ أولاً بسكك الحديد، حيث لا يلتزم الصينيون بسكة حديد واحدة تمتد على الخط الساحلي، بل بشبكة متكاملة تجعل لبنان مترابطاً من أقصاه إلى أقصاه، ويتكامل ذلك مع عرض لتأهيل مرفأ بحري وإدارته. على صعيد الكهرباء، ينوي الصينيون بناء معامل لإنتاج الكهرباء بالفيول أو الغاز، وكذلك منشآت إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية التي وضعت دراسات لتوليدها فوق مجاري نهر الليطان وسدوده، إضافة إلى مساحات أخرى. نهر الليطان يدخل أيضاً في صلب الاهتمام الصيني عبر تنظيف مجرى النهر ومعالجة التلوث الذي جعل مياه النهر ومجراه مكانا غير قابل للحياة، وتحويله إلى مصدر للإنماء وتطوير الإنتاج الزراعي. أما بالنسبة لملف النفايات، فيقترح الصينيون تقديم حلول متطورة للأزمة المتفاقمة عبر بناء معامل الفرز والمعالجة وإعادة التدوير لوقف الاستنزاف والتلوث. وفي ظل تعاظم حرب الدولار الأمريكية على لبنان والمنطقة، يأتي هذا الاهتمام الصيني كخطوة ضمن مبادرة حزام وطريق التي أطلقتها الصين قبل 7 أعوام لإعادة رسم طريق الحرير من الشرق نحو الغرب القديم وأفريقيا بسكك الحديد وخطوط النقل البحرية والجوية من بحر الصين الجنوبي إلى لندن في الشمال وجوهانسبورغ في أقصى الجنوب الأفريقي.